إصرارا على اقتلاعه من جذوره، والمضي قدما على خارطة المستقبل مهما كان الثمن. بل ويؤكد الوجه أن الشعب المصري بحسه الصادق كان على يقين بثورته في 30 يونيو وبملايينه التي خرجت في 26 يوليو بمطالبة الجيش والشرطة بالقضاء على الإرهاب والعنف في الشارع المصري. كان على حق، وأنه كان مدركا أنه يجاهد به إرهابا بكل صوره ومعانيه، وأنه لن يهدأ له بال أو تقر له عين حتى يقتلع هذا الإرهاب من وجوده، وحتى يعود الأمن والأمان إلى كافة ربوع الوطن. حمل الله مصر شعبا وجيشا وشرطة من كل سوء، وأسكن الشهداء فسيح جناته ودعائنا للمصابين في الشفاء العاجل. هذا وقد بدأ الاجتماع بوقوف دقيقة بالحداد على أرواح الشهداء.